يا صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. نهار مليان بالتفاؤل والرضا والعمل. النهاردة 1 يوليو 2017، احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة. صباح الخير يا أشرف، صباح الخير مدينة، صباح الخير لكل السادة مشاهدي قناة النهاية لايف في كل مكان. ساعتين على الهواء مباشرة موجودين معاكم إن شاء الله، وسعيد بكلمة دينا جدا مالت صباح مليء، وراحت مختارة كلمة والعمل. بصراحة فعلا يعني لازم نشتغل. يعني زي ما بنشتكي شويه كده، احنا كمان نادي اللي علينا ونشتغل بضمير. عارف ان في ناس بتتعب، في ناس عندها ضمير وناس مخلصه جدا، ولكن هنشتغل عشان بلدنا دايما تفضل احسن بلد في الدنيا. صحيح. طبعا احنا موجودين مع حضراتكم وعندنا فقرات كثيره جدا النهارده. بقابلكم دايما فيها يوم السبت، وطبعا الاحتفالات فقرات حلوه. فقرات حلوه جدا النهارده. انا يعني هستمتع معاك بالفقره بتاعتك بتاعت كتاب بخلاء يجعلونك تضحك، مع ان البخل عمره ما كانت حاجه بتضحك. لا، هي قد يكون المواقف اللي حصل فيها حته البخل دي ممكن تكون بتضحك، بس انا عايز اعرف مين بالظبط اللي كان بخيل. ماشي، ما هو مين بالظبط كان بخيل، بس برضه فكره ان واحد بخيل يقول لك بلاش الصفه دي، البخل ده حاجه وحشه جدا. فعشان كده بالنسبه لي عايز اعرف المواقف هتكون عامله ازاي. هنعرف. طيب تعالى نستعرض مع بعض ومع حضراتكم الكليب بتاعنا وفقراتنا للنهارده. الكاتب الصحفي السيد محمد الازاز وقراءه في صحافه ومقالات اليوم. وعن دور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو مع الدكتورة سامية أبو النصر الكاتبة الصحفية بالأهرام وأمين عام المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام. فقرة ديكور البيت عن صيف 2017 وألوانه الجديدة للبيت مع مصممة الديكور رحاب المغربي. وكتاب بخلاء يجعلونك تضحك مع السيد الحراني الكاتب الصحفي وعضو المجلس القومي للمرأة. وكمان هيكون معانا كابتن محمد عبد الله، هو المستشار الإعلامي لنادي المقاولون العرب. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما استعرضنا فقراتنا معاكم للنهاردة، فقرات مهمة وفقرات لذيذة. دينا، اخبار الجو ايه؟ كنت لسه بقول لك درجه الحراره ودرجه الرطوبه عاليه جدا، وفعلا متاثرين جدا بالحراره العاليه، ولكن حبيت اعرف الاخبار من دينا اول ما جيت. لدينا الموج الحراره مستمره قد ايه؟ قالت لي غالبا كده ليوم الاحد، فخد الموضوع عهده من دينا. لا والله، ايوه بس ان شاء الله المفروض تنتهي بكره يعني باذن الله. يعني ان شاء الله. طيب نبدا مع حضراتكم على طول. اولى فقراتنا مع الصحافه وهتكون مع اشرف.